الأمازيغية لغة وثقافة وهوية. الأمازيغية هي تلك اللغة الأم التي توارثناها أباً عن جد. هي ثقافة تاريخ وحضارة عبر مر الزمان. الأمازيغية هي جذر الأمة الإفريقية التي لطالما اعتززنا وافتخرنا بها في تاريخ أمة دونها الزمان في سجل ذهبي من أساطير وخرافات عرفها الأمازيغ، وتاريخ بطولات ومعجزات رسخت في ذهون كل من هو بربري، عربيا كان أم أعجمي. نعم، هي الأمازيغية ستبقى شامخة، ولكل من يريد أن يعلم تاريخها عبر الزمان فهذه حقائق تاريخية نذكر منها. كانوا الأصليون للرقعة الممتدة في شمال إفريقيا من واحات السيوة بمصر شرقا إلى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي غربا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالا إلى أعماق الصحراء الكبرى جنوبا. عرفوا بعدة تسميات أهمها الليبيون والبربر والنوميديون والمور أو الموريتانيون، لكن الاسم الذي ارتضوه لأنفسهم هو الأمازيغ، جمعه إمازيغ ويعني الرجال الأحرار. ثانيا، أقدم مومياء في إفريقيا أصلها أمازيغي تدعى المومياء السوداء ونوموجاج، تعود لطفل عمره عام ونصف عثر عليه الباحث الإيطالي فابريزيو موري سنة 1958 بمنطقة أكاكوسا الليبية، وتعود إلى 5500 سنة قبل الميلاد، أي أنها أقدم من أول مومياء مصرية ب 1500 عام أو يزيد. ثالثا، الملك الأمازيغي شيشانق اعتلى عرش مصر سنة 950 قبل الميلاد، وأسس فيها الأسرة الأمازيغية 22، فوسع دولته وأقام علاقات حسنة مع النبي سليمان عليه السلام، فزوجه ابنته، وبعد وفاة النبي بخمس سنوات ساءت علاقته مع أبنائه، فاستولى على مملكتيهما إسرائيل ويهوذا، واستحوذ على كنوز النبي سليمان عليه السلام. رابعا، ثلاثة أمازيغيين تقلدوا رتبة البابوية في الكنيسة المسيحية إبان التبعية للإمبراطورية الرومانية، وهما القديس فيكتور الأول والقديس ملتياد والقديس جيلاسيوس الأول. وهناك خمسة أمازيغيين ارتقوا في سلم الرتب العسكرية والسياسية للإمبراطورية الرومانية حتى بلغوا حكم عرش الإمبراطورية في أوج عظمتها، وهم سيبتيموس سيفيروس وابناه جيتا وكاراكالا وماكرينوس ولوسيوس كيتوس. خامسا، الأمازيغ المسلمون هم من فتحوا الأندلس بعد حملة الأمازيغي طريف بن مالك سنة 710 للميلاد، ثم القائد الشهير طارق بن زياد سنة 711، والذي خلدته حكومة جبل طارق الذي يحمل اسمه بوضع صورته على ورقة نقدية بقيمة 5 جنيهات استرلينية. وبفضل هذا الشعب امتد الفتح الإسلامي في جنوب أوروبا وفي الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا، كما كان إسلام شعب جزر المالديف في المحيط الهندي لأول مرة على يد الداعية الأمازيغي حافظ أبو البركات يوسف. سادسا، يعتبر هود بن محكم الهواري نسبة إلى قبيلة هوار الأمازيغية أول من وضع تفسيرا للقرآن الكريم في العالم، إذ سبق شيخ المفسرين الإمام الطبري إلى هذا المجال، وكان عنوانه تفسير كتاب الله العزيز في 4 أجزاء، قامت بنشره دار الغرب الإسلامي في طبعته الأولى سنة 1990. سابعا، تفرعت عن اللغة الأمازيغية عدة تنوعات متقاربة فيما بينها، وهي السوسية والأطلسية والريفية في المغرب، والقبيلية والشاوية والمزابية والزناتية والشاوية في الجزائر، والشاوية والجربية في تونس، والترقية في ليبيا والجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، والنفوسية والزوارية والغدامسية في ليبيا، والسيوية في مصر، والزناقية في كل من موريتانيا والسنغال. ثامنا، الأباجدية الأمازيغية تسمى التيفيناغ، وردت في كتب المؤرخين القدامى باسم الخط الليبي أو ليبيك نسبة إلى الليبيين، وهو الاسم الذي كان يطلق على عامة الأمازيغ آنذاك. أما تسمية التيفيناغ فلم تشتهر إلا في العهود الأخيرة بعدما أخذت عن الأمازيغ الطوارق الذين تمسكوا باستعمالها منذ القدم. وهذه الأباجدية قديمة جدا، تعود إلى قرون بعيدة قبل الميلاد.
تاسعا، تزعم الحفصيون الأمازيغ الخلافة الإسلامية على العالم الإسلامي خلال فترة ما بين 659 إلى 657 للهجرة، أي ما بين 1258 إلى 1261 للميلاد، لمدة 3 أعوام بعد سقوط بغداد عاصمة الخلافة العباسية على يد المغول وقتلهم للخليفة العباسي المستعصم بالله. فأتت البيعة من مكة سنة 657 للهجرة إلى الخليفة الحفصي أبي عبد الله محمد الملقب بالمستنصر لتولية الخلافة الإسلامية. عاشرا، إذا كانت اللغة العربية قد لقبت بلغة الضاد لتميزها بهذا الحرف، فإن الأمازيغية تتميز بحرفها الخاص الزاي أو أزا، وينطق ياز بالزاي المفخمة الذي يتكرر استعماله لدى الأمازيغ، وهو أحد حروف الأبجدية الأمازيغية تيفناغ، اتخذ من قبل الأمازيغ كرمز لهويتهم وشخصيتهم المتميزة، وترسخ في ثقافتهم الشعبية ورمزيتهم التراثية المتمثلة في عدة مصنوعات تقليدية وحلي وتروس ورقصة السيوف لدى الطوارق ومعمار ووشوم وغيرها منذ القدم. 11، أسماء بعض الدول مثلا كمالطا والسنغال وغانا مستمدة من اللغة الأمازيغية والشعب الأمازيغي. مالطا من قبيلة مليطا التي استوطنت الجزيرة، والسنغال تحريف من اسم القبيلة الأمازيغية سانهاجا، أما غانا فهو اسم يطلقه الأمازيغ على الشعوب الغريبة لغويا عنهم إغاناون، كما يطلق العرب مثلا على غيرهم كلمة العجم. 12، منظمة الاتحاد الفلكي الدولية الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها قانونا مهمة إطلاق تسميات على كل جرم سماوي جديد، أطلقت عددا من الأسماء الأمازيغية على عدد من الفوهات على سطح القمر تقديرا لأصحابها على ما أفادوا به الإنسانية من إنجازات علمية، منهم ابن فرناس وابن بطوطة وابن البناء المراكشي كل هذه الإنجازات العلمية وأكثر من ذلك أبقت الأمازيغية حية في قلوبنا، لا زالت رايتك عالية يا لغة الأجداد، رمز لنا وفخر نعتز بك، لا زال أبناء هذه اللغة محافظين وأوفياء لعادات وتقاليد أجدادهم، وستبقى الأمازيغية رمزا من رموز شمال إفريقيا، فاعلم أن هذه الأرض هي أرض أمازيغية الأصل، فإن لم تكن أمازيغي اللسان فأنت أمازيغي الأرض. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وكما يقال بالأمازيغية ثان ميرث.